كان في فيلم قديسة فيرينا كان نفسه ان هو يعملها، وفعلا كان ابتدى يعني في النص واتكتب وابتدينا نشتغل، بس للأسف ما كملش. وبرضو فيلم قديس بطرس الرسول، قديس بطرس بولس 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 الرسول صح، كان سعيد كاتبه وما حصلش. برضو كان اتكتب وما كملش. هو كان نفسه يعني ان الناس اللي بعديه يقدروا يكملوا وينشروا قصص القديسين، لان ناس كتيره مش عندهاش وقت ان هي تقرا في سنكسار او تقرا قصص بالتفصيل او تتعلم من المواقف اللي حصلت في القديسين دول، فياريت يعني ان هي تكمل فعلا. مدام كانت حلمه وهدفه وشهوة قلبه انه يكمل ده، ف يعني تلاميذه اكيد يكملوا مسيرته. هو كان مبسوط بقى يعني من كل الشباب اللي بيعمل افلام، بيقول انا عملت كتير، هم بقى يكملوا المسيرة يعني دورهم بقى يكملوا. كان بيعلق مع قدام حضرتك بالكلام ده لما بيتفرج على اعمال تلامذته هم اللي عملوا. ما احنا حضرنا كل العروض دي، الافلام دي يعني يحب يروح يحضر العرض الاول، يحضر كل العروض الاولانية ويشجع ويقول كلمات حلوة ويثني على اعمالهم. الوقت معاكوا عدى بسرعة والسيرة الحلوة ما بتخلصش وما بتنتهيش، وأجمل حاجة أن الواحد يعيش يسيب أكيد في الأرض وللناس اللي معاه سيرة حلوة تفضل الأجيال تتنقلها، وبابا سجل سيرة حلوة وعطرة هتفضل للناس تفتكرها أجيال وأجيال، زي ما احنا تربينا على أعماله الجميلة، زي ما وثق لنا السنكسار بشكل مرئي وكلنا تربينا على السير دي، هيفضل كمان يمكن اللي بعدنا واللي بعدنا يفتكروا ويخلدوا اسم ماجد توفيق. لو في نرمين رسالة النهاردة حابة توجيها لحد أو كلمة حابة تقوليها لروح بابا ماجد توفيق تقولي له إيه؟ يعني طبعا بشكره ان هو يعني عرفنا على كل القديسين ديت، بشكره ان هو كان اب حنين جدا، وبقول يعني احنا كلنا لازم نتعلم فعلا ان كل واحد عنده وزنه زي ما حضرتك قلتي لازم ان هو يستثمرها. بابا كان ربنا مديله مواهب كتيره بس هو ما خدلهاش لنفسه، يعني هو فعلا استخدمها في تمجيد اسم الرب. فدايما ساعات كتير الواحد بيبقى عنده ويمكن مشاكل في الخدمة أو مشغوليات، لكن دايما لازم كلنا نفكر نفسنا إيه هي الوزنة بتاعتي. مفيش حد ربنا ما ادلوش وزنة، واللي مش عارفها لازم يدور ويعرف هي إيه علشان يستثمرها ويشوف أنا إزاي همجد اسم الرب بيها. اللي بيعرف يرسم، اللي بيعرف يرنم، اللي بيعرف كل حاجة أقدر أعملها إزاي هقدر أستخدمها.